برحب بحضراتكم مره كمان. خلونا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين والفرق المختلفه. هتكون معانا روزان نصر من المقر بتاع النادي الاهلي بالجزيره. روزان بونجور عليكي، صباح الهنا، وطبعا منتظرين منك تقول لنا اخر الاخبار الخاصه بالرياضات المختلفه بالنادي الاهلي اكيد. اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهارده من مقر النادي فرع الجزيرة هكون متواجدة طبعا معاكم لنقل كل الأخبار المتعلقة سواء بكرة القدم أو الألعاب الأخرى. هنبدأ أكيد بكرة القدم واللي حقق فوز مهم جدا بالأمس على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد. طبعا المباراة اللي أقيمت على ملعب السلام في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهيلتقي طبعا النادي الأهلي بالمقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس في بطولة الدوري المصري، وبعدها أكيد هيواجه سان داونز يوم السبت 11 مارس في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. من كرة القدم لسيدات طائرة الأهلي واللي فاز على نادي الزمالك في دوري السوبر للكرة الطائرة. نجح فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة أشواط 3-1 في المباراة اللي جمعت بينهم على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دوري السوبر للكرة الطائرة. ومن سيدات الطائرة لرجال الطائرة واللي الحقيقة عاملين موسم مميز وقوي جدا، حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على النصر البحريني بنتيجة 3-0 ليتوج بلقب البطولة العربية للأندية في نسختها 41 للمرة الثامنة في تاريخه. وشهدت المباراة طبعا حضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومعالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس الأهلي وعمر مخلوف أمين صندوق الاتحاد. كما شهدت المباراة حضور جماهير كبير جدا من النادي الأهلي، ولطول المباراة طبعا كانوا بيقدموا الدعم والمساندة للاعبين. عايزين كمان يعني نقول يا كريم ويا نهواند أن النادي الأهلي للكرة الطائرة أصبح أكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة العربية، وده شيء طبعا يدعو للفخر. وأخيرا رجال يد الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري. حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوز مهم على فريق طلائع الجيش في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري، وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي هنا بالجزيرة، وقدم خلالها الفريقان أداء مميز قبل أن يحسمها رجال يد الأهلي لصالحهم بنتيجة 29-28. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من مقر النادي بالجزيرة. بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. نشكرك جدا كالعادة على هذه التغطية زميلتنا العزيزة جدا روزان نصر.